عزيزة تعطينا حاجات لذيذة ومفيدة. شوف هذا اللبن والحليب والقشطة والزبدة والجبن والسمن. ها؟ كل الحاجات اللي تجيبها عزيزة لونها أبيض؟ أيوة أبيض أو مصفر شوية، هكذا هي الأبقار. أمي جارتنا أم سعد جاءت. ها سالم. أهلا أهلا أم سعد. بعد يا سعد لا توجع عزيزة. ألعب معها بس لما يجي أسامة ونلعب سوا. شوفها شكلها مشغولة تصلح لنا حاجة لذيذة ومفيدة في بطنها. كل الحاجات اللي لونها أبيض أو مصفر قليل تصلحها عزيزة. يعني عزيزة تقدر تجيب لنا آيس كريم فانيليا؟ خلينا نجرب، لكن نحتاج بالأول إنه نأكلها فانيليا. معنا بودرة فانيليا في البيت، بروح أجيبها الآن. رحت عند الدكتورة ونصحتني أرتاح طوال فترة الحمل، وكمان نصحتني بالأكل الصحي. ها؟ تروحي للدكتورة وأنا موجودة؟ سأليني عن أي شيء وبقول لك ما هو العلاج، وأكيد ما فيش حاجة أحسن من الأكل الصحي وخصوصاً السمن البلدي. طبعاً أنا خبيرة بالطب الشعبي وهو أفضل من أي طب ثاني. السمن مثلاً مفيد جداً، ومن المهم إن احنا ناكل منه طوال اليوم في كل الوجبات وكل الطبخات. زيت سكوبيلي يا جدة. الزيادة من أي شيء مضر يا فرح. فهمتي يا أم سعدون؟ بدأتوا تلعبوا؟
أنت عارف يا أسامة إن عزيزة تقدر تصلح آيس كريم الفانيليا؟ آيس كريم؟ سالم كلمني إن عزيزة بتصلح لهم كل الأكلات الحلوة في بطنها. هذه الفكرة غبية. ها؟ ليش؟ باقرة تقدر تصلح آيس كريم فانيليا؟ ها؟ أيوة تقدر. وكيف ممكن يتجمد الآيس كريم بدون ثلج؟ ها؟ بروح أنا أجيب الثلج. الله على نباهتك يا أسامة. كيف تنصحي بنتي إنها ما تروح للدكتورة يا أم سعد؟ أصلاً أنا موجودة في أي وقت، وكم قد عالجت من نسوان وكنت دكتورتهن. قد خليت أسرتي كلهم مهتمين بالصحة بسبب نصايحي. هيا 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 نشتري آيس كريم الفانيليا. قلت لك كل الفانيليا. وثلج وثلج كمان. وثلج كمان. برجع عقبك في البيت. أنا كنت بس أشتي أصلح آيس كريم. ادخل يا سالم، بنتكلم بعدين. سالم؟ كلهم ما بيفهموني، حتى عزيزة. هيا يا سالم، قوم حبيبي علشان تاكل حقك الآيس كريم. أمك صلحت لك أحلى آيس كريم، وكل من اللي بتجيبه لنا عزيزة. أول شيء الحليب اللي عملنا منه كريمة وقشطة، وبعدين أمك أضافت له السكر والفانيليا والثلج. أنت غلطت يا سالم، كان المفروض أول شيء تسأل الكبار. ذا الحين كل الآيس كريم حقك وقوم اعتبر لأمك. حاضر يا جدة. أصبحت تصرفات سالم يا أبو سالم كلها شقاوة هو وأصحابه. عاد هم أطفال صغار يا أم سالم، وبيتعلموا من غلطاتهم. ماما 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 ها؟ إيش في؟ مش عارفة.